عم بركض على مليون جبهة كرمال بيك وعيلتك، وبضلني عشان همك من وقت الحادث. طب الاخر يطلع معك بدك نترك؟ خيي شو حلو، لك كتر خير الله انه بعدنا انا وبيي وعيلتي والانتخابات نفس الباكج مثل العادة. نبيل شوف انا جربت. جربتي شو قمر؟ جربتي شو؟ نوصل لهون؟ انت اللي خليتنا نوصل لهون. انت وصلتينا لهون لما لحقت هيدا المجرم الزفت. لك هيدا المجرم والزفت انقذ لي حياتي انت وعم تتفرج. بتعرفي شو قمر؟ شكل الفترة اللي قضيتيها بالمصح ما كانت كافية، عم تخربتي. لك انت مانك عارف انه انا فت على المصح بإرادتي؟ نبيل انا فت على المصح بإرادتي لأخلص منكن ومن ألاعيبكن، بس متبين انه هي ذاتها مشكلة مطرح واحد. انا وياك لازم نترك، عم تفهم؟ بس شكله هلا مش الوقت المناسب لحتى نحكي بهيدا الموضوع. هيدا الراس، هيدا الراس قمر اللي مخليكي انت وعيلتك واقفين على اجريكن. ما حدا بيزيحني.